لا يا حبيبتي، ما تسمعيش كلامها وتخربي بيتك بإيدك. اسمعي كلام جوزك وبلاش تدخلي حد ما بينكم. خراب البيوت يا بنتي ما بيجيش من بعيد. بس هو يا ماما كل ما اقول له حاجه يقول لي لا لا لا. اسمعي كلام جوزك برضه، ما تسمعيش كلام صاحبتك القرشانه دي. بصي يا حبيبتي واسمعيني كويس قوي، انا هقول لك على شويه حاجات حصلت مع ناس سمعوا الكلام ناس تانية وكانت النتيجه ان حياتهم باظت. كان في حبيبتي راجل ومعاه واحد صاحبه، فصاحبه ده سأله قال له ايه انت بتشتغل فين؟ قال له فين؟ في محل فلان. قال له بيديك كام في الشهر؟ قال له 5000 جنيه. فالتاني رد عليه مستكبر بقى قال له ايه ده 5000 بس؟ ازاي عايش بيهم؟ لا ده صاحب الشغل ده بيستغلك وانت ما وهو ما يستهلكش. فكانت النتيجة بقى ان الراجل ده هو كره الشغل بعد ما كان بيحبه، وراح قال لصاحب الشغل ان هو عايز يرفع مرتبه شوية. فطبعا صاحب الشغل رفض لانه بيديله 5000 وهو شايف ان ده مبلغ كويس. فالنتيجة كانت ايه؟ ان الراجل ساب الشغل وبعد ما كان شغال بقى من غير شغل. وهقولك على حاجة تانية كمان، كان في مرة يا اختي واحدة ولدت وراحت جت صاحبتها تزورها، فبتقول لها ايه هو جوزك ما جابلكيش هديه؟ فقالت لها لا. قال لها ايه ده معقوله انت مالكيش قيمه عنده؟ وراحت قايله الكلام ده اهو ومشيت. بعد كده رمت القنبله ومشيت بسلامتها القرشانه. وبعدين جه جوزها، راحت هي ايه طبعا عماله زعلانه وعماله تتعارك معاه وتقول كلام مش كويس، كل ده علشان سمعت لكلام واحده صاحبتها. وكانت النتيجه ايه؟ ان الست اتطلقت. وكمان كان فيه راجل طيب ومرتاح كده البال، راح جه واحد تاني قال له هو ابنك مش بيزورك كتير ليه؟ معقوله تصدق ان ظروفه هي اللي ما تسمحش ولا هو اللي خلاص ما بقاش ايه يسال عليك؟ فالكلام عكر ايه صفو قلب الراجل وبدا الجفا، وبدا بعد ما كان راضي عنه بدا ان هو ايه يتعكر من ناحيته، وبدات مشاكل ما بينهم ادت ان هم كل واحد يعيش في حاله، وانقطع صله الرحم بالابن والاب بسبب كلمه من راجل قالها ومشي. والناس يا بنتي كلامها ياما، يعني يقولوا لك ليه ما اشتريتيش كذا؟ ليه مش انت ما عندكيش كذا؟ انت ازاي متحمله الحياه دي؟ انت ازاي مستحمله الراجل ده؟ بيقولوا كلام ما يعرفوش هما بيقولوا ازاي، ما تعرفيش بقى فضول بقى ولا استهتار ولا شيطان ولا ايه. بس الناس دي مفسدين، يعني الناس مفروض انها تدخل بيوت الناس عمي وبكم، ما ينفعش كده يتكلموا في حاجات ما لهمش دعوه بيها، ممكن تفسد حياه الناس التانيه. فهمت حاجة يا عين أمك؟ يعني هو هيوديني المصرف ولا لا؟ قومي يا بنت الكلب من جنبي. ها؟ ده أنا لو كنت قلت لحمار الكلام ده كان زمانه فهم. ده أنت غبية قوي، ده عن ليه حق جوزك ما يقولكيش على أي حاجة. روحي يا بنت من وش. يو بقى مفيش حد فهمني خالص ومفيش حد عايز يعمل لي حاجة. أنا هروح لصاحبتي بقى واسألها هعمل إيه بالظبط. ها؟ يا نهار أسود، رحل صاحبتها برضه. هو أنا كنت بتكلم مين يا جدعان؟